ازيكم يا رجاله؟ مرحبا. من ايام المرحوم جدي والمرحوم ابوي وبلدنا نظيفه ما فيهاش حادث طار ولا طلع منها ارهابي واحد. الدنيا مره تتشكل تتغير واحنا زي ما احنا، اشتاد زي الجبل وعارين زيه، ساكتين زيه، جوانا كتير زيه، ومحدش يعلم اللي جوانا. جنون ربنا خلقه كده. اللي فوق الارض مش جبل، اقل بكتير من اللي تحت الارض. ربنا سماه وتد. وتد. ولولا الاوتاد دي على الارض تتهز وتميل. وانتوا زيه بالظبط. انتوا وتد البلد كلها والبلاد اللي حواليها. عشان كده لا ينفع تنزلوا منه ولا تهملوه عشان الدنيا ما تتهزش. لولاكم ما اقعدش انا في المنظرة، ولولاي انتوا ما تقعدوش في الدنيا. كلكم عيالي وعيال اخوي، عارف كل واحد فيكم دماغه فيها ايه وقلبه نفسه فيه ايه. وطول ما انا الجسر اللي بينكم وبين الدنيا، طول ما الدنيا عالي. اسحبوني يا عبد الله. فينك يا حاج؟ بقى لنا مده ما شفناكش. كل ما توحشوني باجي اشوفكم. شفت اللي حصل يا ضبي؟ حصل ايه يا حاج؟ تصدق ان انا اتسرق؟ لا بالذمه. انا اتسرقت يا ضبي، اتسرقت يا ابوي. لا انت هتضحك مع الهضبي. معقول؟ معقول تتسرق وانا حي؟ على يا مين ما اقعد فيها دقيقه. ده اللي حصل. اللودر بتاعي اتسرق. لودر كمان؟ ده انا كنت فاكره حاجه كبيره. قهوه يا مرحب. انت ادي انت مش قلت لك تخف دكنك وما تطلعش الجبل تاني؟ بيعمل ايه هنا؟ اصل خاله الامام بتاعنا وهيصلي بينا. انت وخالك تنزلوا تحت. يا ضبي هتتمشخوا علي؟ انت قتلت كم نفس؟ كتير، بس الصلاه حلوه. ما قلناش حاجه، على راسنا، بس مش لدرجه المشايخ. ماشي يا حاج، لودرك هيكون موجود عندك وفي كفته الواد اللي سرقه. لا، اللي سرقه مش عاوزه يعرف، انا عايز اللودر بس، وانا هتصرف مع اللي سرقه. ماشي يا حاج، بس انا يعني كان ليا طلب صغير عندك. قول. عايز احج بيت ربي. خلاص ناوي تعتزل؟ ده اخر طلب، وانت جمايلك علينا كتير. سبحان الله، عاوز تختمها. ماشي، السنه دي ان شاء الله هتحج يا حج هضبي، وتدعي لنا كمان. انما بعد الحج هتعمل ايه؟ اروح البلد واستنى قضاء ربي. وانا شهريتك هتجيلك البيت لحد اخر نفس. ها الحته بره البلد موقفين عليها حد، من هنا لطريق اسيوط وما فيش اصل للودر. طيب روح. مناع؟ نعم. ابويا راح فين يا مناع؟ والله ما عرفش يا ابو الحج. روح. ايوه يا حاج، اللي يسرقني هيعيش.
تعيش في البلد. سامع؟ سامع يا عبد الحاج، سامع. سامعني يا عبد الحاج، سامعني يا عبد الحاج. لو لما قاموك كنت هديت البيت، بس انت مالكش قاعد هنا تاني. سامعني يا عبد الحاج، سامعني يا عبد الحاج. يا خيري، لقيت الحرامي؟ يا ولدي انت ما تنامش. حجيك ماشي. تعال. زمان جدي اللي هو جدي جدك كان قاعد لوحده في المنظرة مستني ولده الصغير. هو كان عنده 7 أولاد بس زين الدين كان أغلاهم عنده، وهو قاعد سرحان دخل عليه شيخ كبير قوي وشي بشوش دقني بيضة وسبحة طويلة. في المنام؟ لا في الصح. الشيخ كان ماسك في إيده قلة فاضية وطلب من جدي 4 حاجات يمدلوا الكل ويوكلوا ويديله فلوس. جدي وافق على كل اللي طالبه إلا طلبه الرابع. اللي هو إيه يا جدي؟ الشيخ قال له الدين يا ولدك زين الدين. جدي اتنفض قال له لا إلا ده. الشيخ سابه ومشى اختفى. جدي بص حواليه لقي القلة والواكل والفلوس زي ما هم ما نكسوش حاجة، لكن ولده زين الدين ما رجعش. دور عليه في كل حتة وفي كل مطرح وفي كل مكان. ومرت السنين وجدي قبل ما يموت قابل الشيخ مرة تانية وسأله عن ولده. قال له عشان اتعلقت بيه قوي ضاع منك وهتفضل العمر كله تدور عليه. ولسه هدور عليه يا جدي. لسه يا ولدي. يلا يلا نام، مش عايز اتعلق بيك اكتر من كده.